السلام عليكم dear my students. دي آخر حاجة بقى اللي هي الإيه الـ skills. وطبعا في عندنا أول حاجة اللي هي الـ comprehension، قطعة الفهم، ودي قطعة عليها 10 درجات 10 marks. قطعة الفهم أساسها الـ vocab، وبرضه مش قصة إن أي طالب حافظ كلمات هيحل الـ comprehension، هي قصة إن أنا ما أقفش أقرأ قطعة كاملة، وأقف عند كل كلمة وأقعد أترجمها. أنت أول ما تيجي القطعة بهدوء بتتعامل معاها، بتاخد الأول سكاننج كده زي ما قلت لكم طول السنة، تاخد جنرال ايديا القطعه دي بتتكلم عن ايه، وما توقفش عند الكلمات الصعبه، لان قد تصادف كلمات صعبه وده متوقع، لان حصيله الكلمات عندك مهما تزيد في اللغه الانجليزيه بالذات قد تاتي كلمات جديده. كل متعلمين اللغه الانجليزيه كده، وباكد لك على ده، فده ما يضعش توترك. قطعه الكومبرهنشن بيكلمك مثلا عن ايه؟ الدريمز الاحلام، البلوشن التلوث، تيروريزم الارهاب، بيحكي لك قصه واحد صحي بدري وفانيسي مش عارف ايه، ممكن يجيبها لك كده. بيحكي عن حاجه بوينت اوف فيو، وجهه نظره، فوق ايه؟ فود شورتج، نقص الغذاء، البوبيوليشن عدد سكان العالم، في ووتر شورتج نقص المياه، او ووتر بافرتي ممكن حرب على المياه نقص الماء يؤدي لكذا. فالقطعه ليست لها حاجه فيكسد، انت دي سؤال مبهم بالنسبه لنا كمان كمدرسين لغه، ايه اللي جاي؟ 10 درجات كامله، فالمفروض تعاملك انت وفنك تعاملك مع القطعه هو الاساس مش الفوكاب. فهو واخد فكره عامه. بعد كده يستحسن تقرا الاسئله الاول، دي حاجات يعني اتعلمناها لكن مش اساس لازم تعملها. تقرا الاسئله، بيقول لك مثلا ايه؟ What are the causes of pollution؟ اسباب التلوث. انت هنا بتشوف بتستشف الاسئله، تمام؟ هات كلمه تساوي المعنى ده، find words in the passage that means، يقوم حاطط لك كلمه غبيه شويه غلسه شويه كده. فانت بتاخد general idea، بعد كده بتقرا بتاع اني بقى، وما تقعش تترجم كل كلمه. لا برضه بتقرا بس تفهم بقى عشان تطلع اجابات الاسئله. وبلاش النقل الكامل طول السنه اقول لكم الكلام ده، انت بتاخد الفكره الاساسيه وتحط المعنى بتاعها، واحيانا بيطلب رايك، وات دو يو ثينك اوف؟ واتس يور اوبينيون؟ انا عايز رايك مش عايز راي الكاتب، ممكن اقول لك واتس يور ذا رايترز اوبينيون؟ هنقول لك الكلمه دي وات ذا وورد الاندرلاين وورد او برونون الضمير هي ده يعود على مين؟ الضمير ات ده يعود على ايه بالظبط؟ هنا سواء هي جايه كابيتال او ايه او سمول، سواء ممكن تكون في النص او في الاول، ات زم ضمير كلمة يقول لك الكلمة شي يتعود على ايه؟ فانت لاحظ ان القطعة كل سؤال بدرجة، تمام؟ فانت هنا بتتعامل معاه. برضه يجي يقول لك ايه؟ فايند وورد ان ذا باسج، من هات كلمة في القطعة تساوي كذا. والكلمة هتبقى ادجكتيف، هتبقى ادجكتيف، هتلاقي ادجكتيف، ناون هتبقى ناون، لازم فيرب هتلاقيه فيرب، بالذكاء كده هتجيبها. وممكن في الحالة دي تكتب كذا اجابة لو انت شاكك في معنى كلمة، مش في الاختيارات، لكن لو في الاختيارات هي ابيض يا اسود، لكن قال لك هات كلمه تساوي كلمه في القطعه، وممكن شكل في كلمتين يكتبهم جنب بعض مش هيجرى اي حاجه. مثلا القطعه مكتوبه في الملزمه اللي بيج 1 دريمز ار نيسيسري. ما جيش انا بقى كلمه نيسيسري مش عارف اقول ايه دي الكلمه الصعبه دي. لا اقرا دريمز ار نيسيسري، without dreams there will be no ambition to chase، لا طموح. There will be no goal to reach، we will all be nothing without dreams، ما عملناش حاجه بلا نتكلم لا. والسؤال بيقول لك مثلا الكلمه دي تساوي كذا. What does the word lectures in the last paragraph mean؟ الكلمة دي معناها إيه؟ اللي تحتها خط إيه؟ يبقى عندك it means cities ولا it means ways of enjoyment؟ هي ways of enjoyment، أنواع من أنواع الإيه؟ الاستمتاع، الحاجات الرفاهية lectures. كلمة تحتها خط زي ما قلت لك، هات كلمة تساوي كلمة. Put a suitable title to the passage، هات عنوان مناسب للقطعة. يا عم الحاج أي عنوان؟ كلمة dreams لوحدها كفاية، pollution، population الزيادة السكانية اللي بتكلم عنها، the Nile نهر النيل، water shortage، a day that will never be forgotten، يوم مش هنساه ابدا لو الراجل بيحكي عن حاجه حصلت. الحوار بتاع الكلمه هات اسمه عنوان مناسب، ده اي عنوان بنمشيه لو هو في المضمون. مثلا بيقول لك اهو find words in the passage which mean، وده سؤال غلس بالنسبه لكم جدا، انت حاول تخمن معنى. can't be followed لا يمكن ان ايه ان احنا ايه نطردها. repetitious اللي هي تكراري، انا هكتب كاتب لك تحت اهو can't be followed يعني traceless بالمعنى اللي هو كاتبها لك في القطعه. repetitious يعني حاجه تكراريه اللي هي mountainous. دي زي كلمه تحت خط essential dreaming is essential، بيقول لك كلمه essential دي معناها ايه في الاختيارات؟ كلمه essential يعني necessary يعني fundamental ضروري او هام. القطعه كلها بتعتمد على فهمك الفوكاب، ودي على 10 درجات، فارجو انها تديها اهميه. هات كلمه مثلا تساوي بوت ايه؟ بوت اوف يؤجل، يبقى بوستبون قطعه. عندك الاسئله الاختياري يا ابيض يا اسود، ما تختارش اجابتين وتحدد الاجابه اللي انت اخترتها، هتشطب على اجابه فيهم بتوضح الاجابه الثانيه. الاسئله اللي تحت اللي ادوات استفهام
شوف بقى احيانا بيطلب رايك، راي الكاتب، كلمه تحتها خط يقول لك الكلمه دي تشير لمين، كلمه them دي تعود على مين، they، كلمه it، he، she، الفوكاب، الجرامر عندك ركز فيه، قطعه ما تقع يعني تدي لها وقت لان القطعه مهمه على اعطين ماركس 10 درجات كاملين، فلا تهمل الكومبرهنشن ابدا. نصيحتي ليك اقرا دون التقيد بمعاني كلمات تحتها خط تقعد ايه، وفي كلمه بقى انت ما خدتهاش، ما شوف مثلا ما جانيش الكلمه دي وانا ما خدتش الكلمه دي واوتر الكلمه دي واعصب، خلاص انت فقدت تركيزك عشان قطعه كومبرهنشن قد تاتي فيها بعض الايه الافكار يعني. ده بالنسبه للكومبرهنشن. ذا دايالوج، الدايالوج عليه 6 ماركس، وده سؤال برضو بالنسبه لكم ان انت تكون سؤال وايه الدايالوج ده جاي ايه بيتكلم عن ايه. اولا الدايالوج 6 ماركس، 6 درجات، عندك 6 فراغات في في الدايالوج، لازم تبقى واعي هو سؤال ولا اجابه، وفي كذا نوع من انواع الاسئله، وبرضو ينصح ان تقرا راس المحادثه. عمر از باينج ا تي شيرت، ماشي عرفنا. نادر ها didnt do his homework yesterday، والمدرس از بانشنج هيم وبتجادل معاه. نادر از ترافلنج تو مطروح اند از باينج ا تيكت، وبيشتري تذكره فروم ذات ايه ذا ترين ستيشن او ريلوي ستيشن. يبقى انت واقف بتشتري تذكره وايه، كان اي بوك ا روم ولا كان اي بوك ا تيكت، وبتجادل هي دبل والريتيرن تيكت، بتقول هاو ماتش از ات، هي بكام، يبقى عرفت المحادثه بتدور فين. كل محادثه لها مكان، كل محادثه لها سبيكرز متكلمين، بيختلف مين بيكلم مين. قد تاتي كذا اجابه في الامتحان صح في الدايلوج وبنمشيها، مش لازما فيكسد انسر، بس هي تعتمد على تكوين السؤال. انت عندك ثلاث انواع من الاسئله، في السؤال بدل استفهام، وسؤال بدل بفعل مساعد، وفي السؤال اللي هو السؤال المزايل ممكن يخدعك فيه في اخر الدايلوج كده، وكومه صغيره وحته صغيره كده في الاخر. اولا ايه بيج 2 عندك في الملزمه، او هاو تو ميك ا كويشن. اولا نوعين من الاسئله، النوع الاولاني اللي هنتكلم عنه بعد كده الكويشن تاج اللي هو السؤال المزيل، النوع الاول اللي هو بدل بفعل مساعد، لو لقيت يس اور نو تحت تمام يبقى في سؤال بعد ايه بفعل مساعد فوق. يس اي ونت تو ذا سينما يسترداي، يس ام هانجري، نو اي ونت تو كم، مش هاجي، يبقى في يس اور نو، يبقى انت عندك سؤال بدل بفعل مساعد بتقديم فعل مساعد على فعل. كان يو، ويل يو، مي يو، has نادر، is نادر، was نادر، may نادر، will نادر، كل دول معناهم هل، فانت هتجد يس او نو تحت. واحيانا مش لازم يس او نو عشان ده مش شغل ابتدائي، ده خلاص انت في ثانويه عامه، مش لازم يس او نو. ازاي؟ يس اوف كورس، طب ما ممكن اقول لك اوف كورس without doubt، بلا شك بلا شك، يبقى انا جاوبت، انت جاي معانا بكره without doubt. في it all depends، it all depends حسب الظروف، دي اجابه برضه، ما دي تديك معنى it all ها depends حسب الظروف، تعبنا معناه it all depends حسب الظروف، انا جاي بكره والله حسب الظروف، it all depends حسب ظروفي. فلو لقيت يس اور نو يبقى سؤال بفعل مساعد هتقدمه. في سؤال بقى ما لقيتش فعل مساعد اصلا انت في الاجابه، يس هي از هي ووز، فانت بتقدم فعل مساعد يا ووز يا وير في الاول وخلصنا، ويل كان مي وهكذا شود، لكن ما لقيتش في عندك يا دو يا داز يا ديد، دو داز في البريزنت وديد في الماضي ومعهم الفاعل وبعدين الفعل في الماضي. يس اي ونت تو ذا سينما يسترداي، يبقى ديد يو جو تو ذا سينما يسترداي، ديد يو باي، ديد يو ايت، ديد يو سويم وهكذا، دو داز وديد. ما لقيتش انت بقى ما لقيتش فعل مساعد بتلجا لدو، لدو داز وديد حسب الايه الزمن. في بعد كده السؤال بادئ بقى ده استفهام بقى، it costs بيكلفني 20 pounds 20 جنيه 100 pounds تمام، يبقى انت بتسال I have got 3 children والله عندي 3 اطفال، يبقى انت بتسال بهاو ماتش، بهاو ميني، بهاو اوفن، بهاو هاو اولد، هاو هيفي، وات برايس، ويتش، وين، واين، يبقى انت بتسال بعدات استفهام زي ما هيقول لك دايلوج دلوقتي. في بقى السؤال المزيل، السؤال المزيل ده ممكن يخدعك فيه، يقول لك في الاخر كده موجود عندك في بيج 3 تحت ايه كويستشن، بيقول ايه يو بوت ا نيو دريس، يو بوت ا كاميرا، انت اشتريت كاميرا، يو بوت ا كاميرا، وهتجي في حته بقى سؤال مزيل، مزيل حته بيسموها زيول الاسئله هنا تحت، بيقول له ايه يس اي ديد، يبقى دي مش ديد يو باي كاميرا، لو كان قال ايه يس اي بوت ا كاميرا يبقى ديد يو باي ايه، ديد يو باي كاميرا، كاميرا انت اشتريت كاميرا، مش كده، دي معناها اليس كذلك، you bought a camera ده في الماضي، يبقى didn't you، مش كده yes I did، يبقى ده بيسموه السؤال المزيل، didn't you، you can't swim can't you تمام، you will come won't you، يبقى ده السؤال المزيل. وخلي بالكم من ثلاث انواع الاسئله دول.
في عندك بعض التعبيرات انا كاتبها لك في بيج 4 اهيت، بس لو ردود عليها. How would you like your tea without sugar? How would you like your fish grilled? How do you like my shirt? It's very nice. دي اسئله تقروها برضه والاجابات عليها استشهدوا بيها. بيج 5. Omar is phoning a hotel to book a room. انا بقى بشوف راس المحادثه وبقول لك Omar is phoning a hotel to book a room. سأله قال له سؤال الريسبشنست تو Omar. قال له yes I want to book a room. بعد كده بيسأله سؤال دبل بليز. ريسبشنست فور هاو لونج بقى هتقعد قد ايه؟ ريسبشنست عمر بيقول له اوكي اف اتس تو دايز لو يو مين ات ويل كوست كذا 3500 باوندز اوكي بوك ات تو مي. قال له باي كريدت كارد اتس نمبر اس كذا. اوكي سير وين ويل يو تشيك ان؟ تشيك ان قلنا امتى تشيك ان؟ اوكي سير يور ريزرفيشن از كونفيرمد حجزك مؤكد. اني ثينج ايلس؟ ثانكس ا لوت. الاجابات عندك ورقه اهيت. بقول له هنا yes I want to book a room. ما قالوش do you want to book a room؟ معروف. Can I help you؟ بعد كده بقول له single or double for two days. How will you pay؟ هتدفع ازاي؟ مش how you will، how will you؟ بتنسوا كده that's فاهم بعدها الفعل مساعد تاخدها في ابتدائي كده that's فاهم فعل مساعد فاعل. How much does it cost؟ does. How many girls are there؟ are there مش زراعة are there. بعد كده بقول له tomorrow morning you are welcome. في قطعة كده كنت داركم عن كورونا فيروس. إيمان and Demora are speaking about coronavirus. أنا بقرأ بقى بشوف بيقولوا عن إيه. Have you heard the news of the outbreak of a virus called the corona? Outbreak يعني تفشي أو انتشار. سمعت الفيلم بتاع الهند اللي بيقولوا عنه الفيلم كورونا ده؟ قلت لها no I haven't. قلت لها it has started in China. سؤال تاني yeah it's very dangerous. Why is it dangerous? ليه؟ قال لك it causes death بيسبب الوفاة. Death موت يا ناقصه يعني وعامل تعجب يبقى في تعجب هنا اهو. I agree it's horrible حاجه فظيعه. I'm afraid انا خايفه. قلت لها by covering our noses نغطي ايه؟ our noses and washing our hands نغسل ايدينا regularly. Do you think scientists can find a cure؟ cure يعني شفاء او دواء ممكن يجدوا شفاء ودواء للمرض ده؟ قالت لها حاجه but it will take time. اخر حاجه it may take months or years ممكن شهور او سنين. قالت لها oh that's terrible let's pray Allah to protect Egypt. ندعو ربنا كده يحمي مصر. عندك 6 فراغات اهيت 6 فراغات انت بتشوف الاجابات. هنا no I haven't it has started in China يبقى انا بسأل عن مكان كده يبقى where has it started. خلي بالك مش متجاوب احنا كنا واخدينها في امتحان ومديها لكم. يبقى where has it started. في yes اهو يبقى في فعل مساعد يبقى قد ميز فوق كده. Is it dangerous؟ بس بقى السؤال اهو. Why is it dangerous؟ It causes this. Death تحت بتقول اي ايه انا خايفه يبقى الاجابه death I'm afraid it's horrible it's terrible اي حاجه فيها خوف وتعبير عن الدهشه. By covering بان احنا بنغطي مناخيرنا ونغسل ايدينا يبقى how can we مش how we can how can we protect ourselves ازاي نحمي نفسنا. انت بتعطس حسبي الله ونعم الوكيل. نعم سوري بره يلا. Do you think scientists can find a cure? تعتقد العلماء؟ قالت لا. But it will take time. يبقى وافق. Yes. Sure. Of course. يعني العلم مش هيوقف بس يعني هياخد سنين او شهور. ربنا يستر. It may take months or years. ممكن تاخد شهور او سنين. يبقى how many years ماشي. How long ماشي. How many years. How long طول المدة الزمنية. May it. مش it may. May it take. Dialogue. قراءة الدايلوج بشكل عام تقرا مرة بسرعة كده تشوف إجابة وسؤال تركز فيه كذا إجابة ممكن تمشي ممكن تكتبهم عادي مفيش مشكلة. ده بالنسبة للدايلوج. بالنسبة للباراجرافز والإيميل ما حدش يعرف الباراجراف اللي جاي ولا الإيميل اللي جاي. بس في حاجات مثلا على الكورونا فيروس وفي كلمات إحنا بعتناها لكم على الكورونا فيروس إن ده حاجات عامة وبتاع ممكن تجي في امتحان. الباراجراف يا مستر كذا مرة طول السنة هنكتب باراجراف مديني 5.5 ليه؟ مدينا 4 ليه؟ الباراجراف ما حبسش حفظ باراجراف طول السنه قايل لك ان انت تبدا الجمله بحرف كابيتال وبرده لازم تعمل مسوده باكد على ده وما بيحصلش. 3 ساعات كتير على الامتحان على فكره وهتخلصوا بعد ساعه ونص وانا واثق باذن الله والامتحان هيجي ان شاء الله كويس جدا. يعني ايه اكتب باراجراف مثلا عن ايه؟ هاو تو بروتكت يور سيلف ازاي تحمي نفسك اجينست ايلنس. هاو تو فايت ازاي نحارب التيروريزم والارهاب. ايه يور دريم حلمك اللي انت هتحققه. What would you like to be in the future. ما تقعدش تحفظ في باراجرافات على اساس انها دي اللي جايه وتقسم يمين اللي جاي. What's your dream حلمك. How to protect yourself against diseases. Prevention is better than cure الوقايه خير من العلاج.
كورونا فيروس از ا دينجرس ديزيز او ايبيديميك اللي هو بقى. هنا انت بتتكلم عن حاجه، فانت اللي احنا بنبص المواصفات لازم تسيب سطر، تعمل درافت، كل جمله هتكتبها بحرف كابيتال، في جمل افتتاحيه وده مش لازم، ده حلمك انت، بتكلم عن واتس يور دريم، يبقى ايفري وان هاز ا دريم، كل شخص ايفري وان هاز ا دريم ان هيز لايف او ان زير لايف، عشان ما ينفعش اذن ايفري وان هاز ا دريم in their life. وبتتكلم pollution is dangerous، بيتكلمك عن المياه، water is necessary in our life، women role، دور المرأة في المجتمع، ودي شم النسيم جه قبل كده، بقول لك اتكلم عن شم النسيم كفيستيفال مرينا بيه، اتكلم عن رايتر يو نو، كاتب تعرف عنه حاجة، الباراجراف 6 درجات، تبدأ جملة بحرف كابيتال، اللي تراعي علامات الترقيم، اسماء الدول واسماء العواصم والحاجات دي، هتكتبها الضمير اي تكتبه كده لان اتشلت طول السنه، تكتبه الضمير ده كده، الضمير ده كده في اي مكان اي، فول ستوب الله يكرمك، بلاش الكوما 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 الكوما، شد كتير طول السنه، اعرف ده بقى سيب سطر ما بتسيبش، ما تشطبش بتشطب، ده بقى اللي احنا بنبص عليه. ابدا بجمله افتتاحيه من عندك، ذا انترنت از ا ميكسد بليسنج، بكلمك عن السوشيال ميديا، بكلمك عن الفيسبوك، ما حدش عارف الموضوع اللي جاي، ممكن يجيب لك ايميل، والايميل بتكتب الايميل ازاي؟ طبعا الباراجراف الطالب يقول لك اكتب كام سطر؟ على قد ما تقدر 15 سطر. اكتب موضوع كويس مترابط فكريا، القصه مش قصه كام سطر. كل الجمله بدايتها حرف كابيتال، الايميل بتكتب فروم من ايه لو هيجيب لك اسم الشخص فروم، لان على المتوقع كان يجي لك ايميل فروم تو اباوت او سبجكت الموضوع. From Nader ويديك الايميل بتاعه to Omar about مثلا ايه؟ write an email to your friend Nader who is ill او good corona والعياذ بالله expressing your sadness او wishing him a speedy recovery تتمنى بالشفاء العاجل. write an email to your friend John in Canada inviting him to visit Egypt وهكذا بقى. write an email to your friend Nader thanking him تشكره apologizing بتعتذر له. فانت بتحط الهدف هنا invitation expressing happiness sadness تمام؟ apology اعتذار وبتكتب الايميل. في بعض الطلبه يقول لك الايميل بيخلص بعد 4 صفحات، حاول تكمله شويه. وفي النهايه في جمل ممكن هاو ار يو، الجمل تحفظها ورجع تهوز الفاميلي، ده مش دايما. رايت ان في ان ايميل فور فريند نادر اكسبريس يور سادنس لانه ميد ان اكسيدنت، يبقى الوضع هيختلف. ده بالنسبه للايميل وللجمل الافتتاحيه انا حبيتها لكم اهو. في بعض الباراجرافات لايف ان ذا فيوتشر، في ريسايكلينج اعاده التطوير، وده في برضه موضوع عن الارتفيشال انتليجنس الذكاء الصناعي واللي احنا شايفينه في العالم. ليه التريز ار امبورتنت ان هي تيك ان كربون دايوكسيد اند جيف اوت اكسجين، وطول السنه عمالين نقول الاشجار منها ايه حاجات كتيره، منها الميوزيكال الايه انسترومنتس والسبورتس اكويبمنتس المعدات اللي احنا بنستخدمها في الرياضه وكذا حاجه بنستخدمها، والاشجار مهمه جدا. ذا رول اوف وومن دور المراه في المجتمع. ماني از ا ميكس بليسنج اهميه التعاون. دي عندك بعض الحاجات اهيت ممكن يجي يقول لك مثلا how do you spend your free time بتقضي وقت فراغك ازاي، السوشيال ميديا لها ما عليها زي ما بنقول ولها مميزات ولها ايه عيوب. تكتب مسوده في الاخر بالافكار انت تبدا بيها، تتكلم عن عيوب الانترنت، مميزات ورايك في الاخر حرف كابيتال، تحسن خطك، تسيب مسافه بين الكلمات. الله يكرمك الله يكرمك، بلاش الحوار اللي هو بيخبط في بعضه كده، تلاقي كلمات واحنا عايزين شفره واحنا مش فاضيين اصلا في الكورونا ده، احنا نقعد نقرا لك القرف اللي انت كاتبه ده، فهتلاقي انطباع سيء عنك. فرجاء التزم باللي انا بقوله ده. احيانا عرض الحاجه اللي انت بتكتبها عرض الحاجه، مو احيانا بضاعه سيئه وتلاقي واحد مزينها لك كده، انا بقول لك اخدع المصحة، لا انا بقول لك حسن خطك وظبط حالك بدل الايه الشطب كتير، واستقر على الافكار اللي انت كاتبها ورا وابدا اكتبها. ايميل او باراجراف 50% 50% ده جاي وده جاي، ما تقعدش تنشن على باراجراف، تقعد تحفظ فيها، اكتب اتعود ازاي تكتب. وطول السنه معودكم على ده، يعني ما فيش خوف من باراجراف المفترض. بالنسبه للترجمه، الترجمه برضو سؤال مهم جدا، بس برضو ما ينفعش تمسك ورقه او القلم وتقوم بترجم على طول، تبدا بكلمات كده ازاي يهدد الارهاب امن واستقرار مصر. يبقى انت ما تبداليش بيهدد، طول السنه عمال اقول لك الجمله في اللغه العربيه ممكن تبدا بفعل وتبدا باسم عادي، لكن في اللغه الانجليزيه لا تبدا الا بالفعل. لقد انشات الحكومه العديد من المشروعات، ان نهر النيل هو شريان الحياه، ذا نايل، لازم الحاجات الترقيم دي. واحد يقول طب انا اكتب نايل سمول، اهي The Nile is the artery of life. ده شريان الحياة. مش عارف كلمة شريان.
ما فيش عندي كلمة شريان. نهر النيل شريان حياة، يعني نهر النيل is the source of life. نهر النيل is life أصلا، هو حياتنا على فكرة. water shortage، نقص المياه. terrorism، الإرهاب. لكل شخص حلم، يبقى everyone has a dream in their in their life. يبقى أنت بتتكلم عن الترجمة. في بعض الكلمات أنا كاتبها لك: terrorism، terrorist، stability، no room، welfare، الليترسي الأمية، globalization، العولمة، sectarian، sedition، اللي هي الفتنة الطائفية. أنت بتبدأ بجملة، بتبدأ بإيه بالظبط؟ يعني الجملة عندك هي: لقد أنشأت الحكومة العديد من الطرق التي سوف تساهم في حل مشكلة المرور. لقد أنشأت، في لقد، يبقى هنا يا إما مضارع تام يا إما ماضي بسيط. تبدأ بمضارع تام أو ماضي بسيط عادي جدا، بس تبدأ بالفاعل. مين اللي أنشأ؟ يبقى the government constructed a lot of roads which will help to solve the problem of traffic. يسبب التلوث العديد من الأمراض. ما بدأش causes، لا، pollution causes many diseases. الفن هنا برضو في الترجمة، أنت بتاخد الإيه؟ لو جاب لك اللغة الإنجليزية طبعًا، أنت بتستشف المعنى باللغة، بتصيغ لغة عربية. ممكن تمسك القلم والرصاص بعد إذنك، ممكن يعني، ممكن بعد إذن سيادتك، وتشوف الجملة أنت هتصيغها إزاي، وبعد ما تصيغها اكتبها بقلم جاف بقى. تكتبها بقلم رصاص بسيط وتعيد عليها، بس بلاش والنبي تحلت وأنت بتمسك. ولما تيجي تمسح تاني بقى تبوظ الشكل النهائي، يبقى لا أنت عارف أنت كاتب برصاص ولا بقلم جاف، حبر ومرزوق كده مش عارف، بس سبحان الله يعني. استقريت، اكتب بقى. انت صيغت الجمله وحسيت لها صياغه ثانيه، يا عم صيغها تحتيها والله ثاني يا مستر، بس انا كده صياغه مختلفه، هتتصحح وهتاخد على درجه. تمام، اقرا هي انشات ولا ستنشئ ولا بتنشئ، الزمن بيختلف. ان الوقايه خير من العلاج، prevention is better than cure. ان كورونا فيروس لم يجد له مثلا vaccination او vaccine، مصل بتاع. لقد انتشر فيروس كورونا around the world، كورونا فيروس has spread، انتشر in the world. يبقى مش شرط كلمة توقف عندك برضو في الترجمة تقعد تولول عليها، خد الفكرة العامة وممكن تهرب بمعناها بمعنى، بس بلاش والنبي. لقد انشأت الحكومة نقط العديد من المشروعات، مشروعات مش عارف كلمة ماسيف ضخمة هتقوم سايبها، لا بلاش الشكل العام ده. كده احنا خلصنا بشكل عام. الكومبريهنشن هنتعامل معاها ازاي؟ الدايلوج، ايميل ولا باراجراف، والخط والشكل العام والاساس هنا. بعد كده الترانسليشن، الفوكابلري وصياغه الجمل، داخل فيها الجرامر. عشان كده مثلا الجرامر والفوكابلري مهم. طب ما الجرامر ما انا فاهم طبعا، بس الفوكاب اهم هنا، ان انت بتصيغ بقى الكلام ده بالجرامر بقى. ما اقول ذا نايل از، ما اقولش نايل سمول كده، ولازم انزل مع ذا نايل، ذا نايل. لقد انشات الحكومه العديد من المشروعات. لقد سبب انتشار او ثوره البركان اللي هي الريبت ديسور، وفي إيرابشن صار البركان الريب، وسبب خسائر اللي هي مثلا لوزز، خسائر وكده. انت شوف الجملة بدأ فعل ولا باسم، صيغ الجمل، مسودة برضو في الترجمة، استقر عليها، اكتبها. ايه ده؟ المفروض لازم تراجع. لا يا مستر ما بعرفش اراجع، ما بحبش اراجع، اصل بتردد، انا بتردد. لا لازم تراجع، لازم تراجع، بس مش شرط تراجع صح تعملوا لي غلط. لا، في جملة انت صيغتها مش صح، عشان كده بقول لك لازم تراجع. في جمله انت نسيت وعملت دايرتين على اجابتين غلط، تراجع ده تاني. متردد بين جمله دي بتسيبها تستقر على اجابه وتكتبها. انا مش بقول لك راجع اشطب على اللي انت شاكك فيه. انت لو طالب طول السنه واثق من نفسك، ما تبصش لورا الواد يقول لك كذا، وهي وير ولا ويتش، هي هوز ولا وير. لا، انت اقرا واللي انت كاتبه اعمله. وانا بقى طبعا يعني حوار الغش اللي انا شايفه ده انا ما بحبذوش يعني، وما بحبوش. والناس دي انا والوضع اللي انا شايفه ده مش معنى ان في كورونا فيروس والوضع ان ربنا مبتلينا بفيروس ان احنا نغش، ده مش مبرر ابدا. وعشان خاطري ما تغشش، رجاء حتى لو وصلت المجموع كويس ربنا ما بيسيبش الحوار ده. غش حرام، وربنا حرام. مش معنى انت في ظروف استثنائيه تبرر لنفسك الغش، ده مش صح على فكره. طول السنه تفحين الدم، والدك تفحين دم دروس، وروحت وجيت بتتساوى بالنهايه من طالب ما ذاكرش. ربنا العدل، لكن حوار احنا فيها مستر انت خلينا نعدي ده كورونا ومش كورونا، وانت مش شايف والله مش عارفك. ابص يا مستر حتى في بعض الناس تعالى انت مثالي حتى كمان في الفيديوهات، ما تسيبنا نغش يا مستر كورونا وهتموتني. ده لا، هنيس هناك شيء يبرر الغش ابدا. وطول ما انت بتتقي الله ربنا يجعل لك مخرجا ويرزقك. والله والله لو انت ما غشيتش وبعدت عن الغش ربنا يكرمك، حتى لو اللي غشوا جابوا مجموعه اكتر منك، ما غشوا السنه اللي فاتوا جابوا وقفلوا للاسف يعني. ربنا ميزانه ميزان العدل. ربنا معاكم ويوفقكم دايما. وطبعا مش محتاج اقول لكم ان انتم وحشيني، وربنا يعلم. واتمنى لكم ان شاء الله ان انتم تقفلوا، بس خلي بالك خلي بالك ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. اجتهدوا، واي سؤال ابعتوه انا قاعد.
وعذرا مش كل واحد يبعت سؤال ومستني ان انا ارد في نفس اللحظه. في ناس كتير بتبعت والله هرد، وطول ما انت بعت سؤال مش هسيبه لما ارد عليه، بس راعي الضغوط اللي انا فيها، راعي الوضع. انا حاولت اخلص الحوار ده بالامكانيات اللي احنا عاملينها ديت، بحيث ان انا ما ينفعش اسيبكم كده واقول لكم مثلا حلوا بتاع امتحان ولازم اعمل لكم ستريس. حتى مجرد ان انت تشوفني كده، الحاجات اللي انا باكد لك عليها دي حاجات مهمه تحس بطمانينه كده. عذرا يعني السبوره الوضع الاستثنائي ده، احنا حاولنا كذا مره نتصل باستديوهات بس الوضع زي ما انت شايف بره بحيث ان المنتج يطلع احسن، بس ده اللي قدرنا عليه. فعذرا يعني، اتمنى لكم توفيق وربنا يكرمكم. والله والله وانا عندي يقين في الله، ربنا والسنه اللي احنا الصعبه اللي شفناها دي نهايتها خير باذن الله. سلام وربنا معكم.